قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إن مثل هذه الحوادث الإرهابية لن تؤثر في الشعب المصري الذي اختار أن يقف في مواجهة الإرهاب ولن تنال من عزيمته، مؤكدا أن طريقه أو طريقة تنفيذ الحادث تنم عن تفكير لا علاقة له بأي دين. لا شيء محزن طبعا، بس هل الإسلام إنك تفجر مسجد بيت ربنا؟ حاجة تقرف والله العظيم، حاجة تقرف. أولا كلهم شهداء، ربنا يرحمهم جميعا. ومصر مش قد الجسم، مصر 104 مليون، عمر ما كان ده اسلام في العالم. دي كلها علامات من علامات يوم القيامه، ربنا يستر. والاسلام مش كده، لكن في مسلمين كده، يا ريت المسلمين ده الكفار ما يعملوش كده.